البرانشز بتوع الانتيرو تيبيال ارتري. الانتيرو تيبيال ارتري كان في البوستيرو كومبارتمنت، وبعدين اخترق الانتر اوسياس ميمبرين وطلع لي هنا في الانتيرو كومبارتمنت. وهو في البوستيرو كومبارتمنت بيديني ارتري اهو. الارتري ده اسمه بوستيرو تيبيال ريكارنت ارتري. يبقى اول ارتري بيديه وهو في البوستيرو كومبارتمنت اسمه بوستيرو تيبيال ريكارنت ارتري. لما يخش الانتيرو كومبارتمنت روح مديني هنا انتيرو تيبيال ريكارنت ارتري. يبقى الاول يديني بوستيرو تيبيال ريكارنت ارتري، وبعدين يخش هنا يديني انتيرو تيبيال ايه ريكارنت ارتري. نيجي بعد كده طول ما هو ماشي يدي ماسكولار برانشز، وبعدين لما يقرب ناحية الفوت يدي anterior lateral malleolar artery، ده بيروح لل lateral malleolus، و anterior medial malleolar artery بيروح لل medial ايه malleolus، وبيكمل بعد كده هو على هيئة dorsalis pedis artery. يبقى الأول يدي posterior tibial recurrent، anterior tibial recurrent، muscular branches، anterior lateral malleolar artery، anterior medial malleolar artery، وبعدين بيكمل على هيئة ارتري اسمه دورسالس بيديس ارتري.